تذهب إلى أحمد زرادات في القدس، وأبدأ معك بأحمد بمتابعة أبرز ردود الفعل السياسية بعد انتهاء هذا الهجوم الإيراني، وأيضا ما الذي يتم تداوله من سيناريوهات أو تصريحات أيضا إسرائيلية ردا على هذا الهجوم؟ يعني ليس واضحا بعد كيفية الرد الإسرائيلي وشكل الرد ومكان الرد. هناك تهديدات سابقة كانت بأن إسرائيل سترد بقصف أهداف في داخل الأراضي الإيرانية إذا ما ضربت إسرائيل، وأعاد هذا التهديد وأكد عليه مرة أخرى وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ولكن حاليا القرار بكيفية الرد هو بيد مجلس الحرب حصرا، بيد نتنياهو وجالانت وغانتس وأيزنكوت وأيضا رون ديرمر وهو وزير الشؤون الاستراتيجية والمسؤول عن العلاقات مع الإدارة الأمريكية. هناك انقسام حتى في هذه في مواقف الأشخاص، ففي حين من المؤكد وفقا للإعلام الإسرائيلي أن غانتس وأيزنكوت سيؤيدان الموقف الذي تراه واشنطن مناسبا. وكان واضحا من خلال حديث بايدن مع نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي رد على هذه الهجمات، واعتبرت أن ما جرى انتصار. وهذا هو الخطاب منذ ساعات صباح هذا اليوم السائد في الإعلام الإسرائيلي، بأن ما جرى هو انتصار للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية، انتصار لسلاح الجو، للمعلومات الاستخباراتية، وأيضا للتعاون مع الإدارة الأمريكية، مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. وعليه شكل الرد ربما قد يتأثر بهذه المواقف. ولكن إذا ما أراد نتنياهو التصعيد وجر الولايات المتحدة إلى حرب، فإنه سيذهب إلى رد قد يكون قاسا، سيذهب إلى رد قد يؤدي إلى انجرار المنطقة إلى مواجهة. أما إذا أراد الاستجابة إلى مطلب الولايات المتحدة، فربما قد يبحث عن رد يكون مقبولا على الإيرانيين، أو حتى ربما تأجيل الرد في ظل هذا الخطاب الإسرائيلي السائد بأن إسرائيل انتصرت بعدم دخول أكثر من 170 مسيرة و30 صاروخ كروز فشلوا بالوصول إلى إسرائيل، وتم التصدي لهم خارج الأجواء الجوية الإسرائيلية، وفقط من وصل من الصواريخ هي صواريخ باليستية قليلة جدا سقطت في موقع النتفيم العسكري التابع للسلاح الجو الإسرائيلي، والذي يشغل سربا من الطائرات F-35 والتي شاركت أيضا في التصدي لهذه الهجمات الليلة الماضية. والحديث من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن فقط أضرارا في البنية التحتية، وهي أضرار طفيفة جدا حدثت في هذه القاعدة العسكرية، ولا حديث يدور عن تعطيل هذه القاعدة العسكرية أو عدم تواجد الطائرات فيها، بل عادت وتكمل مهامها كالمعتاد وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. هناك أيضا اعتقاد في إسرائيل بضرورة الرد بشكل رادع لردع إيران، لأنه عدم الرد على ما يجري قد يفسر ضعفا ليس فقط من إيران بل من حزب الله والحوثيين وغيرهم الموجودين في المنطقة. لذلك قد ترد إسرائيل، ولكن حتى هذه اللحظة لا مؤشرات على كيفية وشكل الرد ومكان الرد، رغم مطالبات عدد من الوزراء ومن بينهم وزير الأمن القومي بضرورة الرد بشكل ساحق على ما جرى في الساعات الماضية. لافت جدا وصول الصواريخ إلى قاعدة النتفيم العسكرية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، رغم تأهب إسرائيل في تلك المنطقة، رغم إخراج الطائرة التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من هذا المطار قبل ساعات قليلة من الهجوم، ما يعني أن إسرائيل توقعت هجوما على هذا المطار، ولكن رغم ذلك سقطت صواريخ باليستية في تلك القاعدة. وكان واضحا منذ البداية بأن الرد الإيراني سيستهدف قواعد عسكرية إسرائيلية وليس أهدافا مدنية. عاموس يدلن وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان، وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق أمان، قال في تصريحات إذاعية إن ما جرى في الساعات الماضية هو انتصار عسكري لإسرائيل، ولكن أيضا هو انتصار سياسي في ظل بقاء الولايات المتحدة طيلة الليلة الماضية مع إسرائيل، وأيضا الدعم الذي تلقته إسرائيل من فرنسا وبريطانيا. هناك أيضا اعتقاد إسرائيلي بأن ما جرى
قد يمنحها مجالا في على في الساحة الدولية، قد يحسن من صورتها في ظل ما جرى منذ 7 أكتوبر وفي ظل الانتقادات التي تتصاعد في الأشهر الأخيرة بفعل ما يحدث في قطاع غزة والتجويع الممنهج والحرب الإسرائيلية والقصف واستهداف المدنيين. وعليه قد تتخذ إسرائيل من ما جرى مجالا للعودة أو لإعادة العلاقات مع أو لتصفية أو لإعادة يعني ترتيب العلاقات التي توترت مع دول غربية في الفترة الماضية. وتحاول إسرائيل أيضا الضغط على هذه الدول من خلال وزير خارجيتها بالإعلان عن الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية. في كل محادثة هاتفية يجريها وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يركز على هذه الجزئية وهذه النقطة. وأيضا قال صباحا لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه يتوجب أيضا فرض مزيد من العقوبات الفعالة على إيران، وذلك بفعل ما قامت به في الساعات الماضية. إذن شعور عام بالانتصار من خلال التصدي لهذا الكم الكبير من الهجمات، ولكن من ناحية أخرى هذه هجمات غير مسبوقة ورد إيراني غير مألوف، وربما قد يدفع إسرائيل للتفكير جليا في الأيام المقبلة إذا ما أرادت استهداف أهدافا إيرانية إن كان في سوريا أو حتى في إيران، مثل اغتيال محسن فخري زادة في عام 2020، اغتيال صياد خدائي في عام 2022، استهداف قاعدة عسكرية أيضا في عام 2022 في إيران.